تفضل يا أختي أم سلطان من الرياض، سؤالك مختصرا لو سمحتي. الله يعافيك. السلام عليكم. عليكم السلام. والله سمحت عندي سؤالين مختصرا لك قدر الاستطاعة. تفضلي. السؤال الأول، أنا كنت من مدة 20 سنة كذا مسجلة بالشؤون الاجتماعية. أيه. وجاء البحث، تعرف أول قديم كان يجينا سنويا. أيه. وسوينا البحث برأس السنة ويجينا بعد عدة أشهر، وبعدها بين يعني بين جيت الشؤون وبين البحث تزوجت، وجاني مرة وحدة بس. يوم عجى ثاني مرة أنا قدمت ثبوتيات ونزلت من الشؤون ومشوا حق شؤون عيالي. هل علي شيء من هذا ولا لاني عارفة المبلغ كم اللي جاني؟ يعني حقي أنا ماني عارفة كم. طيب، والسؤال الثاني؟ من قبل 20 سنة. طيب، السؤال الثاني باسمي هاتف تلفون ثابت بيت. ايه. ومع العلم اني يعني حت ماشي ما استطيع المشي، وحضرت بالمكتب 3 مرات مكتب الهاتف. ايه. وحضرت له اوراق ووقعت عليها انك تكنسلها لي، اني ما خلاص التلفون هذا انتهت خدمته، يعني ما عاد استفيد منه، نقلت ايه. حي ثاني ولا عاد ابغاك تكنسلها لي عشان اسدد المبلغ اللي بالفاتوره، اقصاد اني ما استطيع عليها ادفعها يعني دفعه واحده. طيب، مبلغ بسيط. طيب، هاك الحين هناك الموظف. والسؤال 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 يا ام سلطان، هو سهو او المهم ما سوى لي، حضرت عنده 3 مرات ووقعت على هالشيء هذا، يوم اخذت يمر الفواتير. طيب، تكرر علي مره بثر مره. شكرا لك فضيلة الشيخ. بالنسبة للذين يقدمون على الشؤون الاجتماعية والشؤون، فضيلة الشيخ، هل ما هو الضابط في ذلك؟ وهل الأولاد مثلا بعد المرأة بعد أمهم يأخذون هذه الشؤون إذا كانوا استغنوا؟ يا أخت، الشؤون الاجتماعية لها نظام، يراجع النظام، فما خالف النظام فإنه لا يجوز، ولا يجوز إلا ما وافق النظام الذي عليه الشؤون الاجتماعية، وهو نظام من الدولة ومن ولي الأمر، فلا يجوز الاحتيال عليه ولا يجوز مخالفة النظام في هذا. وكذلك الهاتف، الهاتف له نظام فيمشي على نظام الهاتف. نعم.